الخبر الاول اللي عدنا عن نور ستار وصول حسابها بالانستغرام ل 10 مليون متابع، فان شاء الله الف مبروك وعقبال ال 20 مليون يا رب. وطبعا لا تنسون يا حبايب ان تباركوا لها بالكومنتات على هذا الانجاز. الخبر الثاني اللي عدنا عن احمد حسن وزينب، وبالتحديد اللي هي زينب ونزعها الحجاب للمره الثانيه. طبعا بالسابق هي كانت محجبه وبعدها رجعت نزعت الحجاب، وبعدها تقريبا قبل كم شهر رجعت لبست الحجاب، وحاليا نزعت الحجاب، وكان القصه لعبه مو اكثر. طبعا الكل صار يتهجم عليها لدرجه ان احمد حسن وزينب وقفوا التعليقات على الانستغرام، وبالنسبه لاخر مقطع نزلته سدت اللايكات والتعليقات من كثر التهجم اللي تعرضوا له. طبعا الواضح اللي سواه احمد حسن وزينب هو الهدف من عنده انه يخلي الناس تحكي عليهم ويحصلون شويه مشاهدات اكثر. فانا صراحه واحد ما يعرف شو يقول، اكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات شركم بهذا الخبر، هل هو غلط او صح. الخبر الثالث اللي عدنا عن سارة تيوب واخر مقطع نزلته بقناتها. طبعا هذا المقطع صار تهدد بيه نارين بيوتي وموفلوكس، وعلى اساس هي عدها شاز 18 صور، رغم انه يتاكد 100% الموضوع كله عباره عن كذبه، ولكن كل اللي شافوا المقطع لاحظوا انه بنهايه المقطع كانكوا صوت يا مال بيسان يا مال ماي الجمال. راطقهم هالجزء من هذا المقطع، شوفوا. اسماعيل على الخط، هيدا الشيء اللي زعج نارين بيوتي. على كل حال انتظروا فيديوهات نارين بيوتي لما نوصل 100,000 لايك. وطبعا نفس الوقت طارق الباشا نزل مقطع على قناته باليوتيوب، هذا المقطع فضح بيه بيسان وامها وكشف كل اللعبه اللي قاعدين يسووها بيه علينا. حطكم رابط المقطع بالوصف، كلكم راح تشوفوه، اما تعرفوا الحقيقه بالكامل واكتبوا لي يا حبايب بالكومنتات شاركوا بهذا الخبر، ومن تتوقعون كان صوت بيسان او مايا جمال. الخبر الرابع اللي عدنا على المتابعين انه كشفوا بالحقيقه بيسان واخفاها الاسم شيرين بيوتي من التعليقات اللي عندها، اما ليس عن سبب فما تعرفون ان رين بيوتي وبيسان اكو مشكله بيناتهم، فيمكن خفت اسم شيرين لهذا السبب. اما بالنسبه للدليل ندخل على احمد نزل ونزل بعد التعليقات ونكتب اسم شيرين بيوتي، بعد روح على كلمه تحتها وانا عم ادفع تعليق وتعليق الاشخاص حقا ورايا، مهما فضل زين روح غير الحساب عم اشوف هل التعليق رح يطلع للناس او لا، مهما غير الحساب ونزل نبيع التعليقات وروح على كلمه تحتها وانا راح اشوف ان التعليق مظهر ولما تعليق هذول الاشخاص الثانيين ظاهر، فاكتبوا لنا حبايب بالكومنتات شاركوا بهذا الخبر وحركه اخفاء اسم شيرين بيوتي من التعليقات. الخبر الخامس اللي عدنا عن تهجم متابعين نورمار على نور ستار. نور ستار نزلت هذا المقطع على قناتها باليوتيوب، اذا تختار زوجها المستقبلي من اليوتيوبر اللي منهم نورمار، شوفوا يوم شنو قالوا عليه. هذا نورمار شفتي ايش رايش فيه؟ لا مستحيل. ليش؟ لانه مو ستايلته. اوكي، سو نورمار مستحيل. فهو من المتابعين نورمال صاروا يتهجمون عليها بالكلام بالانجليزي انه يعتبر استهزاء، فما ادري صراحه اكتبوا لنا احبابي بالكومنتات هل تستحق التهجم اللي تعرضت له او لا. وبس وصلنا لصناعه المقطع، لا تنسوا مقطع طارق الباشا، شوفوا الحلقه بالكامل. وبس كان معكم فيزياء مقاطع من القصص، ومع السلامه.